يا سكان المملكة، بلاء هام، الغايب يعلم الحاضر، واللي ما سمعش يخبر اللي سمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزفلة، في أول الفيديو أهنئ كل طلبة الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا. فيليسيتاسيون بوغو أند هارد لك للذين لم يتحصلوا على شهادة البكالوريا. إن شاء الله ستكون المرة القادمة يعني في الصواب كما يقولوا. إن شاء الله ما تفشلوش برك، هذا واش راح نقول لكم خوتي، ما تفشلوش. لستم بطلبة سلبيين أو لستم بطلبة كسلاء أو ما شابه، هذا ما هو إلا امتحان، هذا ما كان. دونك ما تفشلوش خوتي، العام الجاي إن شاء الله راح تنجحوا بإذن الله إن شاء الله. ما لفت انتباه هذه المرة، شفت تلميذة تحصلت على البكالوريا ب 16.59 معدل، يعني نقول لكم 16.59 معدل، وتبكي وقالت لك جو شوية بالنسبة لها 16.59 شوية. أروح نشوفوا الفيديو بعد تلك نولي إن شاء الله الكومنتر عليها. ساي سي بون مليح 59 ساي. لا لا معليش معليش ساي ساي مالك 16 معليش معليش 16 معليش ساي 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 هي مالك ليسونسي ساي معليش 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 ساي ساي بارك عليكم بارك عليكم والله العظيم الله يسلمك كنا طارعوا فلوس وصح معليش معليش كوم بيان سي بون 16.59 غات فلوس معليش ساي 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 روحي تشوفي بغات بلوس بغات بلوس 16.59 معليش ساي كما راكم تشوفوا خوتي الطفلة جابت 16.59 معدل وما عجبهاش الحال وراهي تبكي وتندب ودارت دراما وهادي وخنونة وقاعيتك. دونك حاب نفهم برك واش معناته كل الشيء اللي درتيه، بوركوا بور كالي ريزون درتي كامل هاد الدراما. وكاينين طلبة مساكن ولا تلاميذ مساكن عندهم 9.49 وما جابوش 0.01 وما جابوش، هادوك صح يبكيو ويغيضوا، انت جبتيه ب 16.59 عندك تقويم ممتاز مش غير جيد، تقويم ممتاز، واش راح تزيد اكثر من هاك؟ واش راح تزيد اكثر من هاك؟ زعما تباني خشينه قدام الناس ولا تباني جوغ فور قدام العالم ولا جو سي با شو علاه وبوركوا بوركوا سو جوغ دو تروك بوركوا. يعني كل عام لازم يخرج لنا انسان كيما انتيا. العام اللي فات راكي شفتوا الطفله هذيك اللي كانت تبكي قدام الكاميرا قالت لك 14 وما استقنعتش به، هذا العام ثاني انت اللي جيتي ب 16.59 وما استقنعتيش به، واش راح تستقنعوا انتوما؟ يعني القناعة فيكم ما كاش، القناعة فيكم ما كاش. حنا بكري كي كنا نفوتوا الباك كنا نحلموا نجيبوه ب10 باك، نقولوا يا ريت نجيبوه ب10، اما كان جاب فوق ما 10 خيرك يا ربي، المهم نجيبوا الباك. انت 16.59 وراكي تبكي وتشكي تقول لي ما عجبتنيش المعدل، ما فهمتش علي كيف تخمو انتم صراحه والله العظيم غير ما فهم. عنده الحق المرحوم كمال مسعودي الله يرحمه في اغنيه يا حسرة عليك يا دنيا، كي قال لك وكلتي فلان عسل وفاكهه وفلان شمختي له الفتات. يعني شوف يعني سبحان الله، واحد جابته 16.59 وما عجبهاش الحال، سيتي لا ميور نوت وبيان لا ميور مويا، وواحد مسكين ما جابش مين با الباك وراه ساكت. ما فهمتش انا يعني الدنيا مش عادله والله العظيم غير مش عادله يا صراحه. وما وش اللي نرباني فيها بزاف يعني كثر وما كثر، كي شفتها مع الاخر كانت تضحك يعني دراما درتيها بالعاني ولا كيفاه قدام الكاميرا، كما جاوش الكاميرا تماديك والله ما تبكي ما تشكي ما والو، تجي رايحه للدار تصغرتي وتجيبي عريس معاك وديري حفله وديري كل شيء كاع، غير كي شفتي لي كاميرا قدامك ولا درتوها كومبلون. دونك هما كان على بالهم باللي جبتي الباك اب 16.59 دونك قالوا لك ديري روحك زعما تبكي وباهي ديروا حدث معاك وخلاص، هذا ما كان. يعني ربي يهديكم، هذا واش نقول لكم خاطر ربي يهديكم. أموا احترمي مشاعر زملائك اللي ما جابوش الباك، احترميهم باسكو دو كاتيك بيتيتر سافا كري ان شوك بسيكولوجيك بوغ، زعما راح يحقروا رواحتيهم على بالك، جو راح يحقروا رواحتيهم. انت جبتي 16.59 وراكي تبكي، تسمى هما كي ما جابوش الباك واش راح يقولوا؟ يقولوا حنا جو جو بلا فايده ولا راح يحقروا رواحتيهم. علاه يعني كل شيء كيما هاك علاه؟ شو ما تخموش جو جو كومبخون با 16.59 وراكي تبكي، نشوفوك في لافاك واش راح دير، نشوفوك في لافاك واش راح دير. يا سيدي انا عبات لي الصاروخ ديالك طاح لك ولا البابور تاعك يدخل لدزاير غرق لك في الشمال ولا جو سي با انا،
16 59 راه كيتبكي. سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ربي يهديكم. هذا واش راح نقول لكم. والله يا خوتي كي حكيت كيما هاك انا غادوني هذوك اللي ما جابوش الباك، باسكو راح يحقروا روحتيهم، راح يكونوا يقولوا باغ اكزومبل حنا بلا فايده. جوغ واعر الواحد كي يحقر روحه ولا كي يدير روحه في الطرف كيما يقولوا، جوغ يبعد على المجتمع كل يخزر برك فيهم. جو سي با فاسيل سينسيرمون، سي با فاسيل. جو سي بيان دو كوا كو شوي اون تران دو بارلي باسكو فت عليها وعلى بالي واش راني نحكي. سي با فاسيل سينسيرمون، سي با فاسيل. سي با دي شوز افير. نورمالمون جبت الباك تاعك تروحي تفرحي مع والديك، يباركوا لك والديك. الحمد لله يا ربي، ربي يوفقك وربي ينجحك بدعوي والديك وزيد بالتعب تاعك وقعدك. بصح مش بهذه الطريقه صراحه، مش بهذه الطريقه باه ديري كل هذا الشيء، ولا باه تباني قدام الناس، ولا باه تجيب لي الشهره قدام الناس بهذه الطريقه. نو شو ديزولي سانسيامون، شو ديزولي. الفو ريسبكتي لي زوتر، لازم تحترمي الناس واحد اخرين، ولازم تحترمي مشاعر الناس واحد اخرين. باسكو كاينين طلبه مساكن قراو الصح قراو وما جابوش الباك، بيتيتر لو جور دو باك ايزون ايتي ستريسي. بو با دو هذاك اللي ما جابش الباك معناته ليس بطالب نجيب او ليس بطالب مجتهد او راح تحاسبيه مع الكسالى او ليسوا ب جو سي با. انا واش راح نقول سانسيرمون، يفو با لي بونسي دو سيت فاسون باسكو سو جور دو اكت معناته الافعال كيما هذه راح تكوسيهم يخمو كيما هاك. يقول هي جابت الباك ب 16 59 وراهي تبكي، وانا اللي قريت وانا اللي تعبت وانا اللي سهرت وقعدتك وما جبتوش، واش راح نقول انا؟ تسمى راح يقتل روحه ولا كيفاه؟ خليونا صح، خليونا من هاد التبور ديال وهاد التمسخير وهاد التبهدل هذايا. والله العظيم. السلام عليكم خوتي. شكون ما عندوش سؤال؟ أيا صحة روح باجي روح.